مشاهدينا، هذه أحطة يومية بآخر مستجدات انتشار فيروس كورونا حول العالم. أهلا بكم. الأحصائيات العالمية لانتشار الوباء أشارت حتى ظهر اليوم إلى أن عدد المصابين في العالم بلغ نحو 97,370,989 إصابة، في حين أن عدد الوفيات بسبب الفيروس قد ارتفع إلى قرابة 2,085,989 وفاة من إجمالي الإصابات. أما حالات الشفاء فقد بلغت نحو 69,928,998 حالة شفاء كحصيلة عامة. مشاهدين، كما تشير هذه الخريطة والبداية من الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت إصابة 24,998,975 إصابة، وارتفع عدد الوفيات فيها إلى 415,894. نمر الآن إلى الهند التي سجلت إصابة 10,611,719 شخصا ووفاة 152,900 شخص. البرازيل أعلنت عن تسجيل نحو 8,639,868 إصابة ووفاة 212,893 شخصا. أما الصين فقد سجلت 88,700 إصابة، واستقر عدد الوفيات عند 4,635 شخصا. نمر الآن إلى إيران التي سجلت إصابة 1,348,316 إصابة، وبلغ عدد الوفيات فيها نحو 57,000. أما تركيا فقد تخطت حاجز 2,400,000 إصابة، وتجاوز عدد الوفيات فيها إلى تجاوز 24,487. أما الآن نمر إلى دول جوار ليبيا، والبداية من مصر حيث سجلت نحو 158,963 إصابة، وارتفع عدد الوفيات فيها إلى 8,747. أما تونس فقد سجلت نحو 188,373 إصابة ووفاة 5,921 شخصا، بينما ارتفع عدد الوفيات في الجزائر إلى 2,849 مع تسجيل إصابة أكثر من 104,600 شخص. المغرب شهد تسجيل نحو 462,500 حالة إصابة، إضافة إلى وفاة 8,043 شخصا. أما في باقي الدول العربية، والبداية من السعودية التي سجلت نحو 365,563 إصابة، وأعلنت عن وفاة 6,338. العراق مشاهدينا سجل نحو 610 إصابات أو 610,598 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 12,968. الإمارات العربية المتحدة سجلت إصابة أكثر من 263,729 شخصا، فيما توفي 762 شخص. الآن أوروبا، والبداية من إيطاليا التي سجلت 2,414,160 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات فيها 83,681. إسبانيا عدد المصابين فيها بلغ 2,412,300 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى نحو 54,673. فيما بلغ عدد الإصابات في ألمانيا نحو 290,161 إصابة، وتوفي أكثر من 50,161 شخص. نمر الآن مشاهدينا إلى فرنسا، حيث بلغت آخر حصيلة إصابات 2,965,000 ووفاة نحو 71,652 شخصا،
ونختم ببريطانيا، حيث بلغ عدد المصابين فيها 3,505,750 إصابة، كما بلغ عدد الوفيات أكثر من 93,000. سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 622 إصابة بفيروس كورونا، بينها 454 إصابة جديدة و168 إصابة مخالطة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. من جملة 3137 عينة استلمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض من 16 مختبرا موزعين في عدد من المدن والمناطق، وبعد فحص العينات أظهرت النتائج وجود 2515 عينة سالبة و622 عينة موجبة، منها 454 جديدة و168 مخالطة. مدينة طرابلس سجلت أعلى نسبة في أعداد الإصابة حسب التحديث اليومي ب 314 إصابة، منها 240 إصابة جديدة، تليها مدينة مصراتة بتسجيلها 74 إصابة منها 59 حالة مخالطة. أما حالات الشفاء حسب المركز فقد كانت مرتفعة بواقع 979 حالة، في طرابلس وحدها 851 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين منذ بدء الجائحة إلى 89,909 حالات، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في مدينة ظهر الجبل، لترتفع أعداد الوفيات إلى 1716 من جملة 111,746 إصابة، بينها 20,121 نشطة. أعلنت وزارة تعليم الوفاق وقف الدراسة في كل المراحل الدراسية والصفوف ابتداء من السبت، وذلك لمواجهة وباء كورونا. وأوضحت وزارة تعليم الوفاق أن العودة ستكون في 6 فبراير بعد أن تتمكن فرق العمل الميداني من تقييم جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة مع استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية في مواعيدها المقررة. ناقشت اللجنة الطبية التنفيذية في بلدية الجفرة جملة من الإجراءات التي سيتم اعتمادها خلال العودة المدرسية في ظل انتشار فيروس كورونا. نتابع. استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد الذي تصحبه تحديات كبيرة مرتبطة بانتشار جائحة كورونا، اجتمعت اللجنة الطبية التنفيذية في بلدية الجفرة للوقوف على مختلف الإجراءات الاحترازية التي تم إعدادها وسبل تنفيذها. يأتي ذلك لمكافحة الارتفاع المتراضي عن مستوى الإصابات الناجمة عن الفيروس في أماكن التجمعات الأكثر ازدحاما والكليات والمعاهد العليا إضافة إلى المساجد. الإجراءات الاحترازية التي من شأنها مجابهة فيروس كورونا المستجد في المؤسسات التعليمية التابعة لبلدية الجفرة، ومدى جاهزية هذه المؤسسات ومدى توفر المستلزمات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، سواء كان من الكمامات، من المطهرات، من المعقمات، من أحواض الغسيل، من توفر عدد من المشرفين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين. تطرقنا في هذا الاجتماع لعمل دورات تدريبية مع فرق الرصد والتقصي والمشرفين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية. الاجتماع ضم عددا من المسؤولين في القطاعين التعليمي والصحي في مدينة هون، وناقش الحاضرون مختلف الصعوبات التي تعرقل إتمام تنفيذ الخطوات الاحترازية لمجابهة الفيروس. وفي نهاية اللقاء أكد المجتمعون على التزامهم بكل التعليمات والحرص على فرض تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية داخل جميع هذه المؤسسات التعليمية، حيث ستتم متابعتها من اللجنة الطبية التي ستتخذ الإجراءات الصارمة في حال ثبوت أي تهاون من أي مؤسسة. في مدينة جاد ورشة عمل لتدريب هيئة التدريس على استخدام التعليم الإلكتروني.
الورشة والتي عقدت في كلية الهندسة شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتناول البرنامج كيفية استخدام منصة التعليم الإلكتروني وإنشاء المحاضرات إلكترونيا وطرق التواصل المختلفة مع الطلاب. وتأتي هذه الورشة في ظل جائحة كورونا وما تسببه من ضرر في قطاع التعليم. اليوم موجودين في كلية الهندسة بجامعة نالوت في جادو ضمن البرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس على استخدام منصة التعليم الإلكتروني والعمل على تجهيز محتوى إلكتروني للمقررات الدراسية. طبعا الحمد لله يعني بالتوفيق من ربنا استطعنا انه نغطي كافة الكليات، وبدعم من إدارة الجامعة واهتمامهم بمشروع التعليم الإلكتروني تم إنشاء وحدات للتعليم الإلكتروني داخل الكليات، كما تم التنسيق بخصوص هذه الوحدات بحيث توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه التجربة التي تكاد تكون جديدة على الجامعات، ويعني نقدر نقول أنه تعتبر رافد من رافد الإنجاح العملية التعليمية في ظل ظروف جائحة كورونا. ويعني الاستجابة اللي شفناها من المنتسبين لهذه البرامج كانت استجابة يعني ممتازة وتبشر بنجاح هذه التجربة، كما أنه استخدام التعليم الإلكتروني أصبح يعني ليس خيار بديل ولكن هيصبح أيضا خيار مساعد لإنجاح العملية التعليمية والوصول بالعملية التعليمية إلى الاستفادة القصوى بالنسبة للطالب وتطوير أيضا مهارات أعضاء هيئة التدريس. أعلن البنك الدولي تخصيص 34 مليون دولار لتوفير لقاحات فيروس كورونا في لبنان المهدد بأعداد إصابة متسارعة الوتيرة منذ بداية العام، ما دفع السلطات إلى فرض إجراءات إغلاق مشددة. وتعد هذه أول عملية تمويل لشراء لقاحات كورونا لأكثر من مليوني شخص، ومن المقرر أن تصل لبنان في مطلع الشهر المقبل للحد من انتشار الفيروس وتبعاته في المنطقة ولتعزيز النظام الصحي أيضا. وبحسب البنك الدولي فإن الأولويات لفرق الجيش الأبيض وكبار السن والعاملين بمجال الأوبئة، ووقع لبنان عقدا مع فايزر لتوفير أكثر من مليوني لقاح ستبدأ في التدفق تدريجيا، بالإضافة إلى توقيع عقد آخر مع كوفاكس لضمان الحصول على 2,700,000 لقاح. قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول يوم من توليه الرئاسة عودة الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية. من جهته رحب الأمين العام للمنظمة بدوره بهذه الخطوة لما للولايات المتحدة الأمريكية من أهمية ومساهمة في دعم الجهود المبذولة للقضاء على الفيروس وتحقيق توزيع عادل للقاحات على جميع الدول. واحد من أكثر القرارات التي أثرت في الولايات المتحدة بشكل كبير فترة تولي دونالد ترامب الحكم هو انسحابه من الوكالة الأممية التي اتهمها مرارا بالتواطؤ في التحرك لوقف انتشار الفيروس والتساهل حيال الصين، متهما مدير المنظمة أيضا بأنه عاجز عن إصلاحها. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المساهمين في المنظمة، وأثار هذا الانسحاب ردود فعل منددة ومعارضة له ولتداعياته. ترامب رأى أن الولايات المتحدة التي تساهم ب 400 مليون دولار بما يشكل 15% من ميزانية المنظمة في السنة قادرة على توجيه هذه المساهمة لتحقيق مصالح أخرى أكثر أهمية. أما بايدن فكان قد وعد بالعودة المنظمة منذ اليوم الأول لرئاسته تأكيدا لريادة الولايات المتحدة العالمية. الأمم المتحدة وفي بيان لستيفن دوغريك المتحدث باسم أمينها العام رحبت بقرار بايدن، كما أبدت منظمة الصحة العالمية رغبتها بالعمل مع الإدارة ونائبته كامالا هارس بعد توليه الرئاسة، قائلة إن الدعم للمنظمة مهم جدا في مسار تحسين الجهود العالمية للحد من انتشار الوباء. وأشار البيان إلى أن اللقاحات سلاح قوي في معركة محاربة الفيروس، وانضمام الولايات المتحدة الأمريكية لكوفاكس المعني بتوزيع عادل للقاحات سيضمن حصول الدول الفقيرة على هذه اللقاحات بشكل عادل.
على خلفية عدد من الوفيات في النرويج بين أشخاص تلقوا لقاح فايزر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع عن كثب استخدام اللقاح من دول عدة، وبأنها لم ترصد أي وفاة ناجمة عن استخدامه. مساعدة المدير العام للمنظمة أشارت إلى أن هناك لقاحا واحدا يستخدم على نطاق واسع وهو لقاح فايزر، ولم تقم المنظمة برصد أي وفيات جراء تلقيه من قبل المرضى، وتأمل في وصوله إلى الدول الفقيرة. المنظمة أضافت أن هناك متابعة للقاح وتداعياته وتقارير الدول التي تستخدمه، وما زال التحقق من سبب وفاة نحو 23 شخصا في النرويج قائما، خصوصا أن المتوفين كانوا يعانون أمراضا مزمنة قبل تلقيهم اللقاح. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تقوم بدراسة تسجيل 14 لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، بما فيها سبوتنيك في وأبيفاك كورونا الروسيان بحسب روسيا اليوم. وأشارت المنظمة إلى أن لقاح سبوتنيك في المطور من مركز جاماليا يمر الآن بثلاث مراحل من أصل خمس مراحل في عملية اعتماده رسميا من قبل المنظمة. أما أبيفاك فما زال أمامه أربع مراحل يتم اعتماده. وبخصوص اللقاحين، قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية خلال مؤتمر في جنيف إن اللقاحين الروسيين موضوعين على قائمة الأدوية المعدة للاستخدام العاجل. صور اليوم مشاهدينا تأتينا من بريطانيا، حيث يكافح الطاقم الطبي للتغلب على انتشار فيروس كورونا الذي أنهك المنظومة الصحية، ويظهر على وجه ممرضة علامات التعب والإرهاق وسط الضغط الذي تعيشه في ظل الجائحة. ختام نشرة تطورات كورونا حول العالم، للمزيد تابعونا عبر الموقع الإلكتروني www.118tv.net في القسم الخاص بفيروس كورونا وجديد الأخبار هناك. في أمان الله.